غربت الشمس، يتوجه الحجاج إلى أين؟ يتوجهون إلى مزدلفة، يسيرون بالسكينة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع. البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. فعلى المسلم أن يعلم أن البر هو الإيمان والتقوى، ليس البر هو الإسراع أو الإزعاج أو الأذى والعياذ بالله كما يفعل بعض الناس. والآن ولله الحمد والمنة الطرق ميسرة، يدفع إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة يتأكد من حدودها وهي بين الجبلين المعروفين. فإذا غربت شمس عرفة يدفع إلى مزدلفة، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال جابر رضي الله عنه: فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس، يعني بعرفة، وذهبت الصفرة قليلا، ثم بعد ذلك ذهب إلى مزدلفة، وهو يقول للناس: السكينة السكينة. ولا يجوز المضايقة بالسيارات ولا بالأفراد ولا بالأذى ولا بالإزعاج ورفع الأصوات ولا إخافة الناس بالسيارات، وإنما يجب الرحمة بالمسلمين، لا سيما الضعفاء والفقراء والمساكين وكبار السن وذو القدرات الخاصة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة ملبيا أو مكبرا أو مستغفرا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. تسمى مزدلفة، تسمى جمعا، وتسمى المشعر الحرام. وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله بالقرب والأعمال الصالحة. أول ما يصل إلى منى، إلى مزدلفة، أول ما يصل ماذا يعمل؟ يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يؤذن ثم يقيم للمغرب ثم يصلون، ثم يصلون العشاء ركعتين، ثم يخلد للراحة لينام. لماذا؟ لأن غدا في العيد عندها أشغال كبيرة وكثيرة وشاقة، سيأتي لرمي جمرة العقبة يوم العيد، وبيذبح وينحر الهدي ويحلق ويقصر، ثم يأتي للبيت لطواف الإفاضة، فما في وقت أنه يسهر. ولهذا حتى إحياء ليلة مزدلفة ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها المغرب والعشاء قبل إنزال رحله، ثم لما صلى أوتر، وبعد ذلك خلد إلى الراحة عليه الصلاة والسلام ونام، كل ذلك تيسيرا منه على أمته. فالتيسير من مقاصد الشريعة. فينام المسلم، وبعض الناس اليوم يشغلون أنفسهم والمسلمين بالكلام والإزعاج في هالليلة، فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. قال صاحب المغني رحمه الله: ولمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة، وصلها الآن، صلى بها المغرب والعشاء، يبيت حتى يصبح ويصلي الفجر، هذا للأقوياء. أما الضعفاء والذين هم معهم نساء أو معهم كبار سن، فهؤلاء مأذون لهم أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد ثلثي الليل. مزدلفة كلها أيضا محل للمبيت، ويرفع الإنسان في عرفة عن بطن عرنة،
وفي مزدلفة عن وادي محسر فلا يبيت فيه. نعم، إذا صلى الفجر في مزدلفة وهو من الأقوياء يقف ويجلس ويدعو إلى أن يسفر، هذا هو السنة، ثم يدفع إلى منى. هذا متى الآن؟ يوم العيد، يوم العاشر، يوم العاشر وهو يوم العيد. أما النساء والصبيان وذوي القدرات الخاصة ومن يعني هو مرتبط أو مضطر، فهذا مسموح أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. ما الدليل على ذلك؟ دليل أن أهل الأعذار من الأمراض وغيرهم هؤلاء مسموح لهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت ممن رخص لي النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، فينفرون بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يجلسوا إلى الفجر.